السلام الله عليكم يا شباب، وان شاء الله تكونوا بخير. ومعكم ماجد فتحي، وفيديو النهارده عن شراء فيزا روار. لو انت اشتريت فيزا روار بورد من على اي منصه او من على موقع، والفيزا دي علشان تفعلها على موقع روار بورد فلازم تدخل على الموقع وان انت تسجل الجيفت كارد او بطاقه الهديه بالمفتاح بتاعها وكمان البريد الالكتروني، علشان ده اللي انت تقدر ان انت تسجل بدخول فيما بعد. طبعا بعد ما اشتريت الفيزا بالشكل ده اللي اظهرت مفاتيح بطاقة الهدية، فلازم انا شباب ان انا اخد الكي او المفتاح ده، لازم ان انا اخده نسخ علشان اسجل بيه على منصة روربل. بعد كده بدخل على موقع روربل.com، وبعد كده بكتب بريد الكتروني، وبعد كده بكتب المفتاح الخاص بالفيزا، وبعد كده الفيزا بتضاف معايا بالشكل كده وبيكون فيها الرصيد. طبعا هنا ده رصيد اجمالي على المنصة، فلازم عشان استخدم الرصيد ده لازم يا اما اصدره شكل فيزا افتراضية، او اختار منصات التوب اب، او ان انا اعمل عملية شحن لكل المنصات المعروضة عندك على الموقع بالشكل ده. طبعا بالنسبة للمصريين فالفيز الافتراضية الخاصة بالمنصات دي مش موجود فيها دولة مصر، فكده انت تواجه مشكلة في انشاء فيزا افتراضية. حاول بقدر الامكان ان انت تعرف تستخدم الرصيد ده على منصة تقدر ان انت تستخدم الرصيد ده فيها. عندنا يا شباب اكون وصلت لنهاية الحلقة ان شاء الله، ويا رب تستفادوا. وان انت تدين معانا في القناة، متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بالشعور الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.